سلم المواطن صالحين قدر الذي اتخذ مقر جهاز الحرس البلدي كرسة في مدينة درنة مسكنا يأويه، فقام بتسليمه إلى جهات الاختصاص بعد أن كانت هذه المقرات ممنوعة في ظل سيطرة الإرهابيين على المدينة. اليوم كان في حفل تسليم واستلام مكتب الحرس البلدي كرسة من قبل المواطن الصالحين قدر، ونشكروه على هذه الخطوة الإيجابية اللي قام بها بتلقاء نفسه الحقيقة، وسلم المكتب لإدارته وعاد ورجع المقر للمكتب الحرس البلدي. عملية تسليم واستلام مقر الحرس البلدي كرسة جرت بحضور معاون مديرية أمن درنة ورئيس قسم المرور ورئيس مركز شرطة كرسة ومدير مكتب ورئيس فرع كرسة. والآن استلمنا مركز كرسة لاستمرار مباشرة عمل جهاز الحرس البلدي فرع كرسة. كما نشكر رئيس عرف أول صالحين قدر بمحافظته على مقر مركز الحرس البلدي كرسة، وتم تسليم الجهاز الحرس البلدي فرع درنة. شكر وتقدير على مبادرة هذا المواطن الذي ما أن عادت المؤسسات الأمنية والشرطة للعمل في المدينة إلا وبادر بهذه الخطوة الرائعة.